الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ جدا وسهلين قوي. اول وصفه هنعمل فاهيتا الفراخ. بصوا بقى، يعني تقولي انا اكلتها مش عارفه عند مين وكلتها فين، واسيبكم بقى من الكلام ده كله. احلى وصفه لفاهيتا الفراخ على الاطلاق، سهله جدا، طعمها يجنن، مش هتصدقي نفسك يعني، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل البطاطس المقرمشه بس بشكل مختلف، مقادير برضو بسيطة جدا، هتبقى اكسترا كرانشي وطعمها خطير ان شاء الله يا رب. الحلقة النهاردة تعجبكم وتجربوا الوصفات، جو حر وعايزين نعمل حاجات سهلة كده وفي نفس الوقت كأننا أكلنا من بره، ان شاء الله تعجبكم. فاصل بس بسرعة جدا ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل فاهيتا فراخ، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي فاهيتا الفراخ، وصفه سهله بسيطه مكوناتها عاديه جدا، هتطلع معاكي طعمها خرافي في شويه سندوتشات مع شويه مكرونه ونبقى خلصنا الغدا. او ممكن ناخدها معانا بره البيت بقى، الولاد عندهم تمرين سباحه، لا عندهم بيلعبوا كوره، لا مش عارفه خارجين رايحين فين، تقومي واخده معاكي كده علبه لذيذه فيها الفاهيتا سندوتشات او مع مكرونه، وياكلوا اكل نظيف معمول في البيت. تكلفه اكيد اقل بكتير من الارقام الفظيعه اللي الواحد بيسمعها بره لو جبتي سندوتش. فتعالوا نعملها مع بعض. بصوا، انا معايا شرايح من الفراخ تكون سميكه شويه من الاوراك، ينفع صدور مفيش مشكله، متقطعه تقطيع شاورما او تقطيع الفاهيتا، يعني بتاع الفراخ بيقدر يقطعها لك من الاوراك المخليه من العظم ومن الجلد، او انت لو عندك الاوراك المخليه تقطعيها كده ايه صوابع طويله كده علشان تبقى شبه تقطيع الشاورما. تمام، عايزه تعمليها خليط ما بين الوراك والصدور مفيش مشكله، صدور بس مفيش مشكله، وراك بس مفيش مشكله. انا افضل الاوراك، بيبقى طعمها ألذ واطرى ومتاخدش وقت خالص في التسويه، تبقى لذيذه اكتر. تمام، هنتبلها بقى تتبيله الفاهيتا. عباره عن ايه؟ فصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الكمون، معلقه من الثوم البودره، معلقه من البصل البودره، معلقه من البابريكا، ملح وفلفل، عصير ليمونه، ومعانا بقى ايه، بصل، فلفل الوان، شويه بقدونس، عيش فينو علشان لو هنعمل سندوتشات، بس كده ولا اي حاجه تانية، وتطلع معاكي تحفه. شوفوا سهله ازاي، فش اي كعبله ولا اي حاجه زياده خالص. هنجيب بوله كده ظريفه، هنحط فيها مكونات التتبيله. الاول هحط عصير ليمون، عصير ليمونه كبيره كده، ملح وفلفل، فلفل، والثوم البودره والبصل البودره والكمون والبابريكا والثوم بس. ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. هي دي تتبيله الفاهيتا اهو. ونجيب بقى الفراخ زي ما اتفقنا، متقطعه كده ايه يعني صوابع طويله، تشبه كده تقطيعه الشاورما، ونقلب كده. انت بقى ممكن على وضعها الظريف ده تحطيها في كيس وتدخليها الفريزر اي وقت بقى، في العشاء مثلا، جايه من بره مستعجله وعايزه تعملي غدا اوام ومفيش في دماغك اي حاجه، يوم يا ستي صحيتي فيه متاخر وتعبانه ومش قادره تقفي في المطبخ، طلعي كيس الفاهيتا، هو بس الجو حر، هتاخد لها ساعه كده تلاقي الكيس فكك معاكي، في طاسه على النار وتعملي فاهيتا اوام اوام، جنبها طبق مكرونه او عيش بقى، وتتعمل سندوتشات خطيره. انا معايا الطاسه ولازم تكون سخنه، هحط فيها معلقتين كبار من الزيت كده، وهنزل بالفاهيتا على طول. لو مستعجله اعملي زي ما انا بعمل كده، والطعم هيبقى فيها برده حلو جدا. عايزه تسيبيها في التتبيله من بالليل مثلا، كل ده ينفع وبراحتك. الزيت بس كده يسخن وننزل على طول بالفاهيتا. عيني على الريحة. كل اللي انا عايزاه ان الفراخ تستوي.
لو تلاحظوا انا علشان لسه متبلاها حالا دلوقتي، فالخلطه كلها ماسكه في الفراخ فنزلتها بيها اللي هي التتبيله يعني. لكن لو انت مثلا حطاها في الثلاجه من بالليل او في الفريزر وقت يعني وقت طويل في التتبيله، ممكن المكونات دي تفصل شويه عن الفراخ، لانها تكون الفراخ شربت منها، فمتبقي بقى هي عامله زي الميه كده. ما تحطيهاش، لا خدي بقى ساعتها الفراخ بس لوحدها وحطيها، هتلاقي طعمها ظريف لانها شربت من التتبيله. لكن انا زي ما شفتوا كده حطيت التتبيله كلها معاهم لان هي لسه ما لحقتش، فدي افضل طريقه علشان اعملها بسرعه ويبقى طعمها حلو كده. عايزاها تستوي، واول ما تدخل بقى في التسويه بنحط لها حلقات من البصل، حلقات من الفلفل الالوان، رشه بقدونس، ومحضرين بقى عيش فينو كده لذيذ علشان نعمل سندوتشات بهيته خطيره. عايزه كده ايه الفراخ تدخل في التسويه اهو. لو الطاسه مش سخنه هتلاقوا الفراخ نزلت ميتها، فخلوا بالكم يا ريت الطاسه تكون سخنه. ولو حصل الطاسه مش سخنه والفراخ نزلت ميتها هنعمل ايه؟ قبل هنستنى شويه لغايه لما الفراخ تشرب ميتها كده فتبقى تمام. بس متقلقوش يعني، مش حاجه مش حاجه ان شاء الله. معايا البصل عايزه اجيبه جنبي والفلفل، عشان كده انا بحب الاوراك بقى بتلاقوها على طول استوت على طول، ده غير طعمها اللي بيبقى فيه كده يعني طراوه كده. معرفش ليه انا واخده موقف من الصدور، بحس انها ناشفه، لكن الوراك لا لذاذه. وعايزه اقول لكم بقى حاجه، اكتشفوا ان الوراك والصدور الاثنين زي بعض، مش مثلا الصدور صحيه اكتر من الاوراك والكلام ده، كل ده طلع بلح. الاثنين زي بعض ومفيش حاجه فيهم صحيه اكتر من الثاني ولا حاجه، عشان بس تبقوا فاهمين يعني كده. نحط بقى البصل، شرايح كده من البصل، اول ما الفراخ خلاص استوت البصل هيدبل بقى كده ويتقلب معاها، والفلفل الالوان برضو. كله بقى فهيتة ما حصلتش، ولا تجيبوها بقى من النادي ولا تجيبوها مش عارفة من مطعم ايه ولا الكلام ده. محتاجين بس كده الخضار يدبل، احنا ممكن ندي كده رشة ملح وفلفل خفيفة عشان الخضار اللي احنا حطيناه ده حاجة خفيفة قوي. عايزين تحطوا رشة شطة او تحطوا مع الفلفل فلفل قرن كده، فلفل حامي كده معاهم يدي تاتش يعني حراق خفيف، هيبقى برضو تحفة. بس كده عايزة اجيب بقى رغيف عيش طازة، حلو الرغيف ده. فين السكينة؟ نقطعه كده بالسكينة. ونديله غطس مع الفاهيتا من قصدي كده علشان ياخد من صوص الفاهيتا اللذيذ. نبتدي بقى ايه كده اهو، بصوا بقى اللذاذه، سندوتش فاهيتا ما حصلش والله يا جماعه، جربوها تدعولي. انا جايبه لكم كل الاسرار لعلمكم، دي اسرار اسرار المطاعم، فانتوا تعملوها بقى في البيت انضف واحسن، وعارفه انت جايبه الفراخ منين ومتقطعه والطاسه بتاعتك نظيفه وغسله الخضار، فجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. واحنا عاملين بقى ايه حفله سندوتشات اهو خطيره مع الخيار بقى، طماطم، طبق سلطه، الحاجات اللذيذه دي، احلى فاهيته
يا سلام عليك يا استاذ صلاح، سلام. جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. ان شاء الله تاكلوها بالهنا والشفا. فاصل بقى بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل شويه بطاطس مقرمشه بشكل ظريف واكسترا كرانشي. هنعملها من البطاطس المسلوقه، وصفه حلوه جدا جدا طعمها يجنن. خليكم معانا بعد الفاصل.